هنتكلم النهارده في هاند بريك عن الاخلاق في السواقه. الموضوع ده مهم جدا، كان لازم نتكلم فيه لان في مشاكل كتير بتحصل، في حوادث كتير بتحصل، لان احنا ما بقاش عندنا ذوق واخلاق في السواقه. اي طريق في الدنيا بيبقى متقسم لحارات، في مش هنقول بقى ان في مصر الشوارع بتاعتنا تسمح ان يبقى متقسم لحارات، بس على الاقل اللي ماشي بالراحه او ماشي بطيء بيمشي في اليمين، واللي ماشي بسرعه كبيره بيمشي في الشمال. تلاقي بقى انت ايه، واحد ماشي في الحاره الشمال على سرعه 50 وكمان بيبقى مش عاجبه، يعني هو اصلا ماشي في الحاره السريعه بسرعه بطيئه، ولو انت حبيت ان انت تقول له لو سمحت عديني، لا لا لا، هو مش عاجبه، هو ماشي ومروق دماغه في الحاره بتاعته، مفيش عنده اي مشكله. طب يا جماعه، ما هو حاطط الطرق دي، كل طريق او كل حاره ليها سرعه محدده، عشان اللي عايز يمشي بالراحه يمشي بالراحه، واللي عايز يجري يجري. الموضوع بقى موضوع السرعه، ان انت تعدي السرعه المخصصه او السرعه المحدده للحاره دي حاجه تانيه خالص. يقول لك ما هو اكيد حاطط لي العداد ده 240 كيلو متر في الساعه، مش عشان امشي فيه على ال 120. طب ماشي، الطريق ما يسمحش ان انت تعدي السرعه دي، الطريق خطر، خطر ان انت تعدي ال 120 على الطريق ده، هي طرقنا كده. لو انت حافظت على الحاره المروريه وما خرجتش منها بالغرز الجميله اللي احنا بنقعد نتفرج عليها طول الليل والنهار في الشوارع، وحافظت كويس قوي على السرعه المحدده ليك على الطريق، هتحافظ على نفسك وهتحافظ كمان على غيرك. لو ماشي في طريق رئيسي وهدخل يمين او هدخل شمال وفي طرق فرعيه في نفس الطريق ده او طرق فرعيه في الملف، اول طريق او اول عربيه المفروض تلف هي اللي جايه من الطريق الرئيسي. ما ينفعش اكون ماشي في طريق وفي تقاطعات في الطريق واطلع فجاه من الطريق ويكون في عربيه جايه على الرئيسي ومش فارق معايا، ما ينفعش. الانشغال بغير الطريق دي بقى حاجه جديده كده وجميله عايزين نتكلم فيها. يعني ايه الانشغال بغير الطريق؟ يعني انت تكون سايق وبتركز في حاجة تانية خالص غير السواقة، أو أنت فاكر نفسك إن قدراتك الشخصية هتسمح لك إن أنت تعمل حاجتين في وقت واحد، إن أنت تسوق وتعمل حاجة تانية، زي مثلا تطلع الموبايل تكتب فيه رسالة وتبعتها للراجل، فالراجل ما يردش عليك، فتقوم مطلع التليفون تاني وضرب الرقم ومكلمه، كل ده وأنت سايق عادي جدا وماشي على سرعة هتعدي ال 100 وال 120، مفيش مشكلة عادي. تيجي تقف في إشارة، طب ما تطلع يا عم الموبايل في الاشاره تشوف اللي انت عايز تعمله، بدل ما انت تطلع الموبايل وانت على الطريق. لا، وكل كوم بقى وتبص تلاقي ايه الجنس الاخر، الستات بيعملوا ايه بقى، بتعدل الميك اب بتاعها وهي سايقه. طب وبعدين يعني وانت بتعدلي الميك اب بتاعك مش عارفه ان انت ممكن تخبطي حد؟ انت فاكر ان احنا لما نكلمك ان انت ما تمسكش التليفون وانت سايق الغرض من ده ايه؟ مش المخالفه خالص. انا مش في دماغي ان انت هتاخد مخالفه او لا، انا في دماغي حاجه تانية خالص، انا في دماغي ان انت هتخسر حياتك. يا جماعه، حياتكم متوقفه على الموضوع ده. 65% من الحوادث اللي بتحصل بتحصل نتيجه انشغالنا عن الطريق. انت مش هتقدر تركز في الاثنين، انت مش هتقدر تركز في حاجتين مع بعض. لو حصل قدامك اي حركه فجائيه وانت على سرعه ومركز في حاجه وسايق، مش هتقدر تاخد القرار الصح وهتعمل حادثة. لو فارق قوي معاك ان انت تعمل مكالمة التليفون، او فارق قوي معاك ان انت تعدلي الميك اب بتاعك، مفيش اي مشكلة ان انت تركن على جنب 3 دقايق 5 دقايق، مش حكاية، اعمل كل اللي نفسك فيه وبعد كده اتحرك. صدقوني الخمس دقايق دول هينقذوا حياتكم وهينقذوا حياة الناس اللي في الشارع، عشان في الاخر انا عايز اتكلم في التليفون او انا عايز اعمل الميك اب او انا عايز اعمل اي حاجة تشغلني عن الطريق.